افضل المجالات اللي اقدر اخد فيها كورسات اونلاين، وفي مجالات تانية اقول لا دي مش احسن حاجه فيها الاونلاين؟ هي افضل المجالات فعلا اللي الطلبه بدات تركز فيها، بخصوص اللي هي يعني كل واحد في البيت، بتبقى البرمجه والتصميم وطبعا اللي هو التسويق الالكتروني. كتير من الطلبه بتركز في الحاجات دي، بجانب بقى اللي هي مهارات التوظيف. كل طالب بيختار الكورسات اللي هي ريليتد اكتر بمجال دراسته، مثلا يعني تجاره يركزوا في البيزنس والاكونتنج، حاسبات وكده بروجرامنج اكتر. يعني هم كل طالب بيختار الكورسات اللي هي ريليتد اكتر بمجال دراسته. وبجانب بقى اللي هي الكورسات اللي هي ازاي يشتغلها من البيت، يعني التسويق الالكتروني ممكن يشتغل من البيت، البرمجه، التصميم، فالحاجات تبقى عليها اقبال اكتر. في جانب الانجليزي بيبقى كله بقى محتاج الانجليزي في اي يعني اللغه بصفه عامه، يعني اللغه اللغه بصفه عامه فعلا.